إليك وجهت الآمال فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا رب يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب حتى وقعت بات الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا مجد الخلق ثرى وموسع الكل لبرا أسألك بل سترى على القبع والأخطال يا من يرى جرى قلبي حسب تلعك حسبي فمحو بعفوك ذنبي واصلح قفودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخيب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وها شهفات وانشغال يا ويح نفس الغاوية عن السبيل سوية أضحل تروج عالية وقاسدها الجاه والمال يا ربي يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كابتني وقيدتني بالقبال قد استعانتك ربي
على مداواة قلبي وحل عقدة كربي. فانظر إلى الغام ينجال يا ربي يا خيرك فيه أهلل علينا العوافي. فليس شيء ثم خافي عليك التفسير والجمال يا رب عبد بابك يغشى أليما عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال وقد أتاك بعذره وبالكساره وفقره فهزم بيسرك عسره بمحض جودك والفضل وامنن عليه بالتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت أنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبشرك وقهرك يغشى وذكرك وشكرك لزيم وحملك ولجلال يا رب أنت ناصري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل وصل في كل على مزيل ضلالا من كلمته الغزلا محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأنصال. الحمد لله رب العالمين. Sedikit pengumuman kepada para jamaah, tolong jangan memaksa untuk masuk masjid sementara. Biar bersamaan dengan yang dari belakang, rombongan hadroh. Dan turba sudah penuh. Mohon izin kepada panitia untuk tidak bisa masukkan orang ke turba. Turba sudah penuh. Untuk jamaah wanita diharap bisa duduk ditempatkan di rumah Habib Abu Bakar di kawasan KH Zubair. Acara tetap ikut masjid. Terima kasih. Kepada panitia jangan masukkan orang ke turba, sudah cukup. بنقرع الباب والمولى عليه العطية
يعطي جميع الأمال، يعطي جميع الأمال. حاشا جزيل العطاء نرجع وليدي خليا، نرجع وليدي خاليا. سبحان ربي وجل، سبحان ربي وجل. جوده وفضله شمال يا صحابنا للبرية، يا صحابنا للبرية. شو مال جوده مثال، شو مال جوده مثال. بنا اطلب الله لي منه إليه شكيا، منه إليه شكيا. يصلح جميع الأمال، يصلح جميع الأمال. عسى بجاه نبي تظفر بشربة هنية، تظفر بشربة هنية. فيها شفاء للعلال، فيها شفاء للعلال. يمشي على من هجد تقوى مع صدق نية، تقوى مع صدق نية. في سعفكم من بطال، في سعف منكم فيكم بطال. والفيل صلوا على مختار خير البرية، مختار خير البرية. ما ذو عرجوده همال، ما ذو عرجوده همال. Kepada jamaah di Turbah, tolong agak geser sedikit ke pinggir biar masuknya. Kepada jamaah diumumkan Turbah hanya untuk tamu undangan, khusus untuk orang tua-tua, untuk para habaib, para masyayikh, kiai dan ulama. Jangan memaksakan untuk masuk, dan panitia kami mohon untuk bisa menghentikan sementara di belakang. Di belakang lagi jalan rombongan hadroh, mohon maaf supaya dikasih jalan. Sale, ¿qué más? Cosita, cosita.
Oh ya. Hadro mau masuk. Mohon maaf, panitia harap tidak memasukkan orang ke turba, sekalipun yang pegang kartu. Kartu hanya untuk dibawa jam 8.
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فجري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتدارك لي بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يعفن اصطباري يا سريع الغوص غوثا منك يدرك لسريعا يحزم الأسر ويعدي بالذي أرجو جميعا بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تهجكت بعجزي وخضوعي وانكساري حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأره سري وقلبي من لظاها والشواذ
فالحنا والبست حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Penuh barokah ini, solawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan segenap sahabat beliau yang setia. Para hadirin sekalian, kami atas nama keluarga beserta segenap cucu Al-Maghfurullah Al-Jad Al-Habib Bakar bin Muhammad Segaf mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran antum semua para habaib dan para kiai dan para alim ulama serta para pejabat atau para pemerintah baik dari TNI Polri khususnya pada Bapak Wakapolda Jatim yang pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita serta muslimin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri Majlisul Haul yang mulia dan penuh barokah ini. Di samping itu, dengan diiringi rasa ikhlas dan tangan terbuka, kami sambut kedatangan para hadirin sekalian dengan luapan rasa gembira dari lubuk hati yang paling dalam untuk menyambut kedatangan antum sekalian. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan pahala dan memuliakan tujuan dan niat baik saudara sekalian, khususnya mereka yang datang dari tempat yang jauh. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Gresik beserta segenap para staf dan aparatnya. Dan tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dan takmir Masjid Jami' Gresik dan semua pihak yang telah banyak membantu atas terselenggaranya acara haul ini, baik moral maupun material. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal baik antum dan saudara-saudara kalian. Demikian pula tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada rombongan jamaah hadrah al-muhibbin dari Tulung Agung yang telah turut memeriahkan acara haul ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas budi baik mereka serta melimpahkan karunia rahmat serta inahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tiada lain tujuan kita hadir di majlis yang mulia dan penuh barokah ini kecuali untuk menerima limpahan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan memperoleh barakah serta asrar dari sahibul hal al-imam al-kutub al-habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar al-Saggaf. Untuk itu marilah kita mohon kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada saat-saat ijabah yang sedang kita rasakan sekarang ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala
menjadikan pertemuan kita di majlis yang mulia ini dan penuh dengan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ziarah ini dicatat oleh Allah sebagai ziarah makbulah, serta segala hajat dan urusan-urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Bijai hadzal imam al-habib al-qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Saqaf, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para hadirin yang terhormat, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan membacakan susunan acara hall pada pagi atau siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dimulai dengan qiraatul Fatihah dan Yasin serta tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Saqaf. Yang kedua, pembacaan manaqib Al-Habib Abu Bakar yang akan dibacakan oleh Al-Akh Al-Sayyid Abdul Gadir bin Ali bin Abu Bakar Saqaf. Dan ketiga, terjemah manaqib yang akan disampaikan oleh Al-Akh Al-Sayyid Abu Bakar Fahmi bin Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar Saqaf. Dan keempat, mau'izah hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdhar yang akan diterjemahkan oleh Sayyidul Habib Taufik bin Abdul Gadir Saqaf. Mau'izah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf. Dan kelima, doa wahbah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar Saqaf. Serta yang keenam, talqinul zikir yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar Saqaf. Karena waktu yang sangat terbatas, dimohon dengan hormat kepada para khutbah untuk mempersingkat khutbahnya. Demikian acara hall pada pagi atau siang hari ini. Dan sesuai acara hall ini, seusai acara hall ini, kami mengharap para hadirin untuk menikmati hidangan di rumah almarhum Al-Habib Syekh bin Abu Bakar Saqaf, litahsulul barakah lil jami'. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة وياسين لرسول رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أبائه وإخوانه من المرسلين آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رحمة بن مهاجر أحمد بن عيسى وبيت الله بن أحمد بن عيسى سيد الأعظم سيد المقدم مقدم محمد بن علي سيد عبد الرحمن بن محمد سيد جميع أولاده ما إلى روي إمام الوادي الحقاف الحبيب أمام بن سكاف سكاف عبد الله بن عمر الصافي سيد جميع آل سكاف ثم قد بالمالية الحبيب علي بن محمد حسين حبشي جميع أولادي مرتبة بشار وزنب البلبرة ورد المعلى وفقشبيكة ميلا رسينا مولانا سيدنا جميع أولياء بشيخ الدردة حسين مولانا المالك إبراهيم ومولانا ساد سيدنا مولانا محمد عين اليقين سفجيري وجميل أولياء تسعة سنة ثم إلى روح الحبيب هارون بن عبد الله بهارون ثم إلى روح تاج الفضائل المكارم الحبيب علي بن محمد هاشم أسقف سولهم وفروعهم خاصة إلى روح من خاصة إلى روح من نحن في حضرته واجتمعنا ها هنا بسبب وواسطته صاحب الحضرة قام سيدنا الحبيب الممقود بالغاث أبي بكر بن محمد بن عمر سقاف ووالديه وما شيخه وتلامذته وجميع أولاده وبناته وأزواجه ومحبيه ومن أحبه وتعلق المتقين ومن أحبه وتعلق به المنتسبين أجمعين أن الله يتغشاهم جميع الرحمة المغفرة ويعرض درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار منوار من أفحاد الدنيا الآخرة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وأمد هذه التربة وأمد هذه البلدة خاصة ومجمع المسلمين عامة ثم النظر ثابكم الله ألفا وأمد جميع المسلمين عامة ثابكم الله الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقبحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واعفنا وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتلو ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإلهي ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد للرحمن ببر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدهم جزء من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرتنا للعباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا اطعموا ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تضجية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلمون نفسا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
فلو نشاء لما سخناهم على مكانتهم واستطاعهم مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركم ومنها يأكلون ولهم بها منافع شارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا حي يا قيوم فرج عنا الهموم واكف عنا تسخر فرج كل مهموم سبحان من نفس كل مجنون سبحان من جعل خزائن بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يا مفرد فرج يا مفرد فرج يا مفرد فرج همنا وغمنا يا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالي أمرك جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك وجهك أديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا يذكر نبيك أمانك وجبارك وعياتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر لشر لك على كل شيء قدير اللهم اجعل الله بالعافية والسلامة اللهم اجعل الله بالعافية والسلامة اللهم اجعل الله بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجبة الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء واغفر لنا مبلنا ولوالدنا ولأهلنا ولأولادنا ولأولادنا لمشايخنا لمعلمنا الحقوق علينا خاصة لمن نحن عنه في حضرته واجتمعنا هنا بسببه وواسطته صاحب الحضرم سيد صاحب الحضرم وقام سيدنا الحبيب المنقود بالغوث أبي بكر بن محمد بن عمر سقام ووالده ومشايخه وتلامذته وجميع أولاده وبناته وأزواجه ومحبه ومن أحبه ومن حبه وتعلقه والمنتسبين ولمن شملت هذه القبة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين وسنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبادل ظاهرا فاتنا السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله رب العالمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إله 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 إلا الله لا إله إلا الله
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده عظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي بثلاث قل الله أحد محمد دين الله رب نحن في حضرته واجتمعنا هنا بسببه وواسطته صاحب الحضرام سيدنا الحبيب المقدرات أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف ووالده ومشايخه وتلامذته وجميع أولاده وبناته وأزواجه ومحبه ومن أحبه وتعلق به والمنتسبين إليه أجمعين ومن شمل هذه القبة صاحب القدام الحبيب علي بن محمد هاشم أشقب أن الله يتغشم جميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في حياتهم الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وأموات هذه البلدة وأموات هذه البلدة خاصة وأموات جميع المسلمين وأموات هذه التربة خاصة وأموات هذه البلدة خاصة وأموات جميع المسلمين عامة أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خص أقواما بحكمته وجعل مظاهر فضله ورحمته وخزائن علمه ومعرفته فهم خلفاؤه على الخلق في الأرض وأمناء سره في طولها والعرض بهديهم يقتدي المقتدي وبنورهم يهتدي المهتدي فنالوا بذلك سر الوراثة المحمدية وبلغوا بها المراتب العلية لما تحققوا به من كمال الاتباع لمتبوعهم الأعظم وإمام الشفيع وإمامهم الشفيع الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله مصابيح الظلام وأصحابه القادة الأعلام وتابعين في الإقدام والإحجام. أما بعد فهذه فوائد سنحت الفرصة بلقتها وشوارد سمحت الأزمنة بضبطها من مناكب سيدنا وحبيبنا عين أعيان الأولياء وواسطة عقد الأكابر الأصفياء العلم الشامخ والتود الراسخ إمام الواصلين الجامع بين عين اليقين وحق اليقين سيدنا الحبيب الملاذ أبي بكر بن محمد السقاف بل الله بوابل الرحمة ثراه وجمعنا في أعلى الفردوس وإياه آمين اللهم آمين. وسندل الآن على أسماء الحاضرين نسرا يسيرا من سيرته وأعماله ونشأته رضي الله تعالى ونفعنا به وأعاد إلينا من بركاته وأسراره في الدارين آمين. فهو الإمام القطب الفرد أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن إمام الوادي الأحقاف الحبيب عمر بن سقاف إلى آخر نسبه الطاهر المتصل إلى كابر عن كابر إلى سيد الأوائل والأواخر الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولد رضي الله تعالى عنه في بلد بسوكي قرية من قرى جوا شرقية سنة 1385 وتوفي والده الجليل في بلد قرسيك والسيد في سن الطفولة وقد نشأ في حضن العناية في أتم الرعاية لائحة على أسارير وجهه ملامح الصلاح والولاية حتى إنه يذكر وقعد له في السنة الثالثة من عمره وما ذلك إلا من قوة صفاء الروح واستعداد جوارها لقبول الفيض والفتوح. ثم إنه في سنة 1293 هجرية رحل إلى حضرموت بطلب من جدته الصالحة
أم والدي من آل علان وهي فاطمة بنت عبد الله علان. فغادر جزيرة جاوة بمعية المكرم محمد بازمول. ولما قدم بلد سيوون تلقاه خارج البلد عمه وشيخه العلامة الأبر الحبيب عبد الله بن عمر غيره من أقاربه. وأول ما قصد بيت علامة زماني وفخر أواني الحبيب العارف بالله شيخ بن عمر بن سقاف. ولما وصل إليه قبله ووضعه على حضنه وانحدر الدموع على خده فرحا بوصوله وسرورا بما رأى على وجهه المنير من سيما الولاية والصلاح. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. وقد لاحظته عنايته وأثمرت بصلاحه ملاحظته وتربيته. ثم إنه قرأ الفقه والتصوف على عمه الأبر الحبيب عبد الله بن عمر ولازمه في الطلب. وكان يوقظه على صغر سنه ليتهجد معه آخر الليل. وله الأخذ التام على علمائها وفضلائها وقد ورد منائلهم فلبس واستجاز منهم. فمن أجلهم وهو شيخ النظر الإمام العارف بالله القطب سيدي علي بن محمد الحبشي. وقد حط نظره عليه وسيدي بجاوة قبل خروجه إلى حضرموت. قال الحبيب علي بن محمد الحبشي لأحد أفاضل مريده: شوف هؤلاء الثلاثة من الأولياء اسمهم واحد وحالهم واحد ومقامهم واحد. الأول منهم قده برزخي وهو الحبيب قطب الملا أبي بكر بن عبد الله العجروس. والثاني رأيته في صغرك وهو الحبيب الغاث أبو بكر بن عبد الله العطاس. والثالث ستراه في آخر عمرك. فلما كان في آخر سنة من عمره رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم 5 مرات في 5 ليال متواترة. والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول للرائي في كل مرة: جبنا لك بسبط الصالح أبي بكر بن محمد السقاف، انظر إليه. والرائي لم تكن له معرفة بالحبيب أبي بكر سابقا إلا بتعريف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا. ثم بعد ذلك تذكر كلام الحبيب علي بن محمد الحبشي حيث قال له: هؤلاء الثلاثة من الأولياء اسمهم واحد ومقامهم واحد وحالهم واحد. فأخبر الرائي الحبيب أبا بكر بالرؤيا. ولم تمضي للرائي إلا مدة يسيرة حتى آثر الحياة الباقية على الحياة الفانية. ولسيد النظر الخاص من شيخه علي بن محمد الحبشي والرعاية الكاملة حتى أنه زوجه وخطب له بنفسه. والثاني شيخ التربية الحبيب العلامة الأبر عبد الله بن عمر السقاف. والثالث شيخ التسليك الإمام القطب المكين الحبيب محمد بن عدروس الحبشي. والرابع شيخ الفتح الولي المكاشف الحبيب عبد القادر بن أحمد بن قدبان. وكثيرا ما يبشره بقوله: أنت وارث حال جدك عمر بن سقاف. وأخذ سيدي أخذا وإجازة وإلباسا من علماء وأولياء وصلحاء حضرموت بسيبون وتريم وغيرهما كالحبيب محمد بن علي السقاف والحبيب عدروس بن عمر الحبشي والحبيب أحمد بن حسن الأطاس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن حبيب علي المشهور والحبيب شيخ بن إدروس عدروس وغيرهم. ثم في السنة 1302 عاد سيدي إلى جاوة وبمعيته الحبيب العلامة علوي بن سقاف السقاف وقصد بلد بسوكي. ثم في السنة 1305 رحل منها إلى بلد قرسيك وألقى بعصا التسيار وعمره إذ ذاك 20 سنة. واتصل أخذا وإجازة وإلباسا لمن استنارت بهم البلاد الإندونيسيا كالحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن عبد الله العطاس والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب محمد بن عدروس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد المهضار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي السنة 1321 وذلك في يوم الجمعة والخطيب على المنبر حصل لسيد الإذن الرباني
والخاطر الرحماني، وذلك أنه خطر في باله أنه يعتزل الناس غاطبة من حينه، وانشرح صدره بالاعتزال فعاد في الحال من مسجد الجامع عقب أن خطر له ذلك الخاطر إلى بيته، واعتزل الناس من حينه. ومكث سيدي في خلوة 15 سنة جليس ربي، وفي ابتداء خلوته رضي الله تعالى عنه دخل الحجرة ولم يخرج منه قط، فخشيت زوجته الحبابة شفاء بنت عبد القادر السقاف، وظنت أنه مصاب بالسحر أو الجن، فأتت بعض الذين يعرفون الأمراض النفسية ولم يستطيعوا الاكتشاف عن حاله. وبعد الأيام جاء الحبيب عبد القادر بن قدبان فرحبته وأخبرته عن حاله وعما تخافه، فقال الحبيب عبد القادر: لا تخافي، حتى الشيطان لا يستطيع القرب منه. وحين قرب الحبيب عبد القادر من الحجرة انفتح الباب، فدخل الحبيب عبد القادر وقال للحبيب أبي بكر: يا أبا بكر، أنت الآن في مقام جدك عمر بن سقاف السقاف، ولا تقنع بهذا اطلب فوق وفوق وفوق. ولما أذن الله بخروجه أتى إلى شيخه الحبيب محمد بن عدروس الحبشي وأشار عليه بالخروج وقال: طلبنا وتوجهنا إلى الله 3 ليال خاصة في خروج أبي بكر بن محمد السقاف. فأخذ بيد سيدي وأخرجه من خلوته، فسار بمعيته وزار الإمام الكبير الولي الشهير تاج الفضائل والمكارم الحبيب علوي بن محمد هاشم السقاف، أمدنا الله والحاضرين من مددهم. وعقب الزيارة ذهب بي إلى مدينة سرابايا إلى بيت الحبيب عبد الله بن عمر السقاف. قال الحبيب محمد الحاضرين مشيرا إلى سيدي: هذه خزانة من خزانة آل بعلوي، فتحناها لنفع الأنام الخاص منهم والعام. وذلك وعقب ذلك رتب سيد الدرس والقراءة في بيته، وكان ملجأ للزوار وكعبة للوافدين من سائر الأقطار، فمن قصد بحسن الظن ظافر بمقصده في أقرب زمان. وقد خدم كتاب إحياء علوم الدين في بيته زيادة على 40 مرة، ويعمل ضيافة كبرى عند ختمه. ولسيدي رضي الله تعالى عنه غير شديد على سيرة أهله وأسلافه وزيهم وأخلاقهم، فكانت مجالسه كلها معمورة بالمذاكرة والإرشاد إلى سيرهم وبالقراءة في مؤلفاتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما مقامه فعظيم، فقد بلغ رتبة الصديقية الكبرى وهو المشار إليه بصاحب الوقت، وقد أقر واعترف له أهل وقته وعصره بعلو مقامه وقدره. قال الإمام الأبر الحبيب محمد بن أحمد المهضار في رسالة منه لسيدي: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، إن الأهب بكر من محمد أسقاف جوهر شفاف السائر بل الطائر إلى مقامة أهله. قال سيدنا المجمع على علمه وقدره حبيب علوي بن محمد الحداد: إن الحبيب أبا بكر بن محمد أسقاف القطب الغاث، وإنه محل نظر الله، قال عين الزمان وفخر الأوان العارف بالله والداعي إليه بقوله وفعله الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي في بيت سيدي أبي بكر بقرسك لما عقد الأحوة بينه وبين سيدي ودموعه تتحادر. قال للحاذرين: هذا يعصوب، مشيرا إلى الحبيب أبي بكر: أخي أخي في الله، انظروا إليه، النظر إليه عبادة. وقال قدوة العارفين الحبيب حسين بن محمد الحداد: إن الحبيب أبا بكر هو الخليفة وصاحب وقت، وإنه في مقام الشهود يشاهد حقائق الأشياء، وحق أن يقال فيه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وناهيك بعلو مقام من يستمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضاه. قال سيدي: دخل علي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقضى فعانقته وعانقني. قال العارفون: إن مقام الاستماع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضى مقام يطوي المقامات كلها، وهذا ثمرة كمال الاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم.
وكمال الاستقامة التي هي أكبر كرامة وكثيرا ما أسمع سيدي يقول أنا من أهل الدرك من استغاث بي أغيثه ومن وقع في شدة وناداني أحضر عنده حالا ومن كلامه رضي الله تعالى عنه حصلت لنا إشارة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبنجزكم فيها فأجازهم سيدي وهي هذه اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم في كل يوم 10 مرات فقبل الحاذرين حاذرون الإجازة ثم طلبوا من سيدي وألحوا عليه جميعا أن يختم المجلس بفاتحة شاملة فرتب سيدي وأتى بعدها بالقنوت ثم قدمت الفائدة نائدة للحاذرين وتبارك الجميع نفعنا الله به وبالجميع آمين ثم في وقت آخر في جلسة خاصة مع سيدي رضي الله تعالى عنه أي الحبيب محمد بن هود السقاف سألت الحبيب أبا بكر أن أتياني هذه الصلاة في أي وقت فقال سيدي على ما شاء المصلي وأشار سيدي إلى نفسه أنه يأتي بها بعد صلاة الصبح ويبتدئ أولا ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مرة واحدة ثم يأتي بصلاة القمرية المذكورة 10 وقد طلبت منه الإجازة لقارئ هذا المجموع وزامئ وكاتبه فأجاز الجميع ثم أخبر سيدي وقال إن لهذه الصلاة منافع خاصة وفوائد كثيرة جمة منها حتى من السحر أخبر بها سيدنا جبريل للمصطفى صلى الله عليه وسلم وقد حصل لهذه الصلاة مبشرات أمرني سيدي بإثباتها مع مبشرات كثيرة أخرى مذكورة في مجموع المبشرات كما كثير وكثيرا ما يقول أنا فرحان بلقاء الله فقبل انتقاده امتنع من الأكل والشرب 15 يوما فلم تتأثر قواه البدنية بذلك بل بقي كعادته في وضوئه وصلاته فلما دنيت المنية وأحب لقاء رب البرية أحب الله لقاءه فأسلم روحه زكية إلى مولاه راضية مرضية وكانت وفاته دامت علينا بركاته على ليلة الاثنين في 17 من شهر ذي الحجة سنة 1376 وعمره 91 سنة رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وعاد علينا من بركاته آمين يجمع تاريخ وفاته بحساب الجمل مقدام ضيف الكريم وليا قدره عظيم وحيث انتهى ما أردنا وتم ما قصدنا فلنرفع كف الضراعة والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله ونتوسل بحق ذاته وصفاته المقدسة وبحق حبيبه المصطفى ورسوله المستبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق جميع رسله وأنبيائه وجميع المقربين من عباده الصالحين وبحق أنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأظهر وارث سر المحمدي من نحن الآن في حضرته واجتمعنا هنا بسببه وواسطته أن يرحم الله تضرعنا وابتهالنا ويمن علينا وعلى الحاضرين وعلى من أوصانا بالدعاء بالعفو والرضا والغفران والحفظ من أمر النفس والهوى والشيطان اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المجيبين لدائك الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك وما تفضل به على الصادقين في حبك والراغبين في قربك فتفضل به علينا اللهم ومن جمعتنا به أقدارك في هذا الجمع العظيم من إخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فابسط علينا وعليهم بساط المغفرة للمذنبين والقبول للعاملين والنجاة للغارقين واليقظة للغافلين والتوبة للعاصين واصرفنا يا مولانا من هذا الجمع العظيم لنيل ما أملنا وتحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا والمسامحة فيما اكتسبنا وعجل بالفرج العاجل لجميع المسلمين
اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حاضرين yang dimuliakan oleh Allah، di sini akan kami bacakan ringkasan dari manaqib صاحب الحول صاحب الحضرة والمقام الحبيب الإمام Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saat ini kita berkumpul di hadapan seorang wali min auliyaillah, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara ainul yaqin dan haqqul yaqin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membasahi pusara beliau radhiyallahu taala anhu dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Beliau adalah al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar ibn Imam Wadi Al-Ahgaf Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Nasab ini terus bersambung terus hingga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur. Dalam usia kanak-kanak, ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Umar telah wafat. Walaupun sebagai anak yatim, tapi beliau dapat tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna. Sejak kecil telah tampak tanda-tanda kesalehan dan kebesaran wilayah kedudukan beliau. Pada usia sekitar 8 tahun, atas permintaan nenek dari ayahnya seorang arif billah, al-arifah billah, wanita salihah al-afifah Fatimah binti Abdullah Allan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramaut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampainya di kota Sewun, di Hadramaut beliau disambut oleh paman sekaligus guru beliau Al-Allamatul Abar Al-Habib Abdullah bin Umar beserta segenap keluarga dan sanak famili. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al-Habib Abu Bakar di kota Sewun adalah ke tempat Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Saggaf, seorang ulama yang terkenal di zamannya. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh bin Umar, beliau Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil diletakkan di atas pangkuannya dan disambut dengan tangis kegembiraan. Ini semua karena beliau Al-Habib Syekh mampu melihat tanda-tanda wilayah dan kesalehan yang memancar dari wajah Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil. Sejak pertemuan di atas, perhatian Al-Habib Syekh kepada Al-Habib Abu Bakar sangat perhatian, hingga dalam waktu singkat pendidikan yang diberikan telah nampak hasilnya. Pada saat yang bersamaan, beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar mempelajari dan menelaah ilmu fikih dan tasawuf dari paman beliau sendiri Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan lebih dari itu, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan pendidikan bukan hanya sekadar teori, tapi juga mendapatkan praktek secara langsung.
Karena dalam usia tersebut Al-Habib Abu Bakar telah rutin dibangunkan malam untuk melaksanakan sholat tahajud bersama. Selain dari kedua guru di atas, Al-Habib Abu Bakar juga berguru kepada para ulama di masa itu. Di antaranya sebagai guru terbesar beliau, sekaligus sebagai Syekhun Nazar, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub, Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Perhatian Al-Habib Ali telah tercurahkan semenjak Al-Habib Abu Bakar berada di Indonesia. Sebelum beliau berangkat ke Hadramaut, Al-Habib Ali telah menerangkan kepada salah seorang muridnya dengan berkata, "Lihatlah mereka, tiga dari aulia Allah, yang nama mereka sama, hal mereka sama, dan maqam mereka juga sama. Yang pertama telah berada di alam barzakh, yaitu Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Yang kedua, engkau telah melihatnya di masa kecilmu, yaitu guru Al-Habib Ali sendiri, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir usiamu." Di akhir usia orang tersebut, ia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5 kali dalam 5 malam berturut-turut. Dalam mimpinya Rasulullah berkata, "Aku datang kepadamu bersama cucuku yang saleh, Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq." Lihatlah, orang yang bermimpi tadi sebelumnya tidak pernah mengenali wajah Al-Habib Abu Bakar kecuali dalam mimpinya diperkenalkan oleh Rasulullah kepadanya. Hingga sewaktu bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar, beliau teringat dengan ucapan Al-Habib Ali gurunya yang menerangkan bahwa di akhir usianya ia akan bertemu dengan wali ketiga yang mempunyai nama, hal dan maqam yang sama. Dan benar sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Habib Ali, tidak lama kemudian orang yang bermimpi tadi meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan perhatian khusus dari Al-Habib Ali, sampai-sampai beliau meminangkan sendiri dan membiayai perkawinan Al-Habib Abu Bakar di kota Sewun. Dan saat dilihat kemampuan Al-Habib Abu Bakar telah mencukupi, Al-Habib Ali memerintahkannya untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar mempunyai beberapa guru lain. Adapun sebagai Syekhut Tarbiyah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Siddiq, dalam bersuluk beliau berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi. Dan sebagai Syekhul Fatah beliau adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qudban. Dan Al-Habib Abdul Qadir inilah yang sering memberi kabar gembira kepada Al-Habib Abu Bakar dengan berkata, "Engkau adalah pewaris hal datukmu Al-Habib Umar bin Siggaf As-Siggaf." Selain dari para ulama dan aulia di atas, Al-Habib Abu Bakar juga berguru dan mendapatkan ijazah serta ilbas dari para ulama, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Ali As-Siggaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, dan Al-Habib Sheikh bin Idrus Al-Idrus, dan lain-lainnya. Pada tahun 1302 Hijriah, dalam usia sekitar 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia dan tinggal di kota Besuki. 3 tahun kemudian beliau pindah ke kota Gresik. Saat itu beliau masih terus melanjutkan mencari ilmu dan ijazah dari para aulia yang berada di Indonesia. Di antaranya kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, dan lain-lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada satu hari di hari Jumat di tahun 1305 Hijriah, ketika sang khatib sedang di atas mimbar, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri dari manusia atau beruzlah. Maka saat itu juga beliau kembali dari Masjid Jami' ke rumahnya untuk melakukan uzlah. Pada mula permulaan masa khalwat, Al-Habib Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya dan tidak pernah keluar.
Istri beliau Al-Hubabah Syifa binti Abdul Qadir As-Sagaf mulai mengkhawatirkan keadaan Al-Habib Abu Bakar. Beliau khawatir Al-Habib Abu Bakar terkena gangguan sihir atau jin. Hubabah Syifa mendatangi banyak tabib, tapi tidak ada yang mampu mengetahui penyebabnya. Setelah beberapa lama, Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban datang mengunjungi rumah Al-Habib Abu Bakar As-Sagaf. Hubabah Syifa menyambutnya dan mengabarkan mengenai keadaan Habib Abu Bakar serta kekhawatirannya. Al-Habib Abdul Qadir pun menenangkan dan berkata, "Jangan khawatir, sesungguhnya syaitan pun tak mampu mendekatinya." Saat Al-Habib Abdul Qadir mendekati kamar uzlah beliau, pintu itu pun terbuka. Al-Habib Abdul Qadir masuk dan bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Abdul Qadir berkata kepada Al-Habib Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, engkau sekarang telah berada di makam kakekmu Umar bin Saggaf As-Saggaf. Tapi jangan pernah merasa puas. Teruslah cari makam yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi." 15 tahun Al-Habib Abu Bakar menjalani khalwatnya berkhidmat kepada Tuhannya. Saat Allah Subhanahu wa taala memberinya izin untuk keluar, datang guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus yang memberinya isyarat untuk keluar sambil berkata, "Kami memohon dan bertawajuh kepada Allah selama 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dari khalwatnya." Lalu Al-Habib Muhammad menggandeng tangan Al-Habib Abu Bakar dan mengajaknya keluar dari tempat khalwah. Kemudian bersama-sama menziarahi makam seorang wali termasyhur yang saat ini kita juga berada di hadapannya, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim As-Saggaf. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya dan di hadapan para hadirin yang ada di majlis, sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, "Ini adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia, baik yang khusus maupun yang awam." Setelah peristiwa tersebut, selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis ta'lim di rumahnya. Selama hidup beliau, di majlis tersebut dikhatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya Ulumuddin, yang pada setiap khatamannya diadakan jamuan bagi para hadirin. Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak Salafun Salih. Beliau mencontoh para Salafun Salih dari pakaian hingga akhlaknya. Dan di majlis beliau dari sekian banyak kitab yang dibaca, termasuk juga kitab karya para Salafun Salih. Semoga Allah meridhai mereka semua. Mengenai maqam atau kedudukan beliau telah mencapai As-Siddiqiyatul Kubra, para awliya di zamannya menerangkan mengenai kedudukan beliau, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dalam sebuah suratnya, sehingga bersumpah mengatakan sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf laksana permata yang bergemerlapan, yang berjalan bahkan terbang ke maqam datuk-datuknya. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang Al-Qutbul Ghauts dan tempat penglihatan Allah. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sewaktu datang ke kota Gresik di hadapan para hadirin sambil menangis, beliau berkata, "Ini adalah Raja Lebah," dan sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Ali berkata kepada hadirin, "Wahai saudaraku, lihatlah kepadanya, karena menatap Al-Habib Abu Bakar adalah ibadah." Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad pernah berkata, "Sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah yang telah berada di tingkat maqamus syuhud yang dapat menyaksikan hakikat segala sesuatu." Al-Habib Abu Bakar sendiri pernah berkata, "Telah datang dan masuk kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam sedangkan aku dalam keadaan tidak tidur. Aku mencium Rasulullah." Dan Rasulullah memelukku. Para arifin berkata bahwa maqam dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan tidak tidur,
merupakan makam yang mengungguli makam-makam yang lain. Kesemuanya ini merupakan hasil dari meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak dari karamah. Dan seringkali beliau mengucapkan ana min ahli dar, barang siapa yang meminta pertolongan melalui aku maka aku akan menolongnya. Dan barang siapa yang dalam keadaan kesusahan memanggil-manggil namaku maka aku akan datang dengan segera atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk sebagian dari kalam beliau Al-Habib Abu Bakar As-Sagaf adalah kami mendapatkan isyarat untuk membaca satu salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami akan mengijazahkan salawat itu kepada kalian. Lantas beliau mengijazahkan bacaan salawat tersebut kepada para hadirin. Salawat itu berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil ma'ud sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca setiap hari sebanyak 10 kali. Para hadirin pun menerima ijazah itu. Kemudian mereka memohon dengan sangat kepada Al-Habib Abu Bakar untuk menutup majlis dengan tertib Fatihah yang mencakup semua. Beliau pun membaca tertib Fatihah dan menutupnya dengan doa kunut. Setelah itu hidangan disajikan kepada hadirin. Mereka menyantapnya dengan mengharapkan keberkahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kami dengan keberkahan beliau dan mereka semua. Pada kesempatan lain, di satu majlis khusus, beliau Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Hud As-Sagaf bertanya kepada Al-Habib Abu Bakar mengenai kapan sebaiknya dibaca salawat tersebut. Al-Habib Abu Bakar menjawab, boleh dibaca kapan saja, terserah kepada yang membaca salawat. Tetapi beliau Al-Habib Abu Bakar memberikan isyarat bahwa beliau sendiri membacanya setelah salat subuh dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dibaca satu kali. Kemudian membaca salawat Qamariyah yang tadi disebutkan di atas sebanyak 10 kali. Aku Al-Habib Muhammad bin Hud As-Sagaf telah memintakan kepada beliau ijazah salawat tersebut kepada pembaca kitab majmu' ini, juga bagi pendengar dan penulisnya termasuk kita semua yang hadir saat ini mendengar ucapan apa yang telah ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Hud. Dan Al-Habib Abu Bakar memberikan ijazah kepada semuanya. Kemudian beliau mengabarkan kepadaku bahwa salawat ini memiliki manfaat-manfaat istimewa dan faedah yang banyak sekali. Di antaranya dapat menjadi penjaga dari sihir. Faedah ini diberitakan oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Telah banyak kabar gembira yang datang mengenai salawat ini. Beliau memerintahkan aku, Nabi Muhammad bin Hud As-Sagaf, untuk menuliskannya bersama kabar gembira yang lain yang tertulis di dalam kitab Majmu' al-Mubashirat yang berada di sisi beliau. Di akhir usianya, Al-Habib Abu Bakar sering berkata, aku bergembira untuk berjumpa Allah. Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai pada malam Senin 17 Zulhijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Semoga barokah yang ada pada beliau terlimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita telah mendengar sejarah hidup Al-Habib Abu Bakar. Manakib ini setiap tahun kita dengar. Begitu juga manakib yang dibaca ketika haul para abad Indonesia. Tidak ada satu sejarah hidup yang dibaca di acara haul kecuali isinya adalah kita meneladani jalan hidup Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang hadir di haul ini kecuali mengidolakan dan menghendaki seperti wali yang diadakan haul tersebut dengan harapan untuk ditiru dan dipraktekkan. Dalam menakdir menceritakan masa kecil Habib Abu Bakar diisi dengan belajar. Bahkan orang tua beliau, nenek beliau mengirimnya ke negeri yang jauh dan berpisah dengan keluarga yang ada di tanah air. Setiap hari bukan hanya diberikan ilmu, tapi yang paling penting diberikan contoh dan praktek langsung dari gurunya yang juga paman beliau. Kita yakini zaman Al-Habib Abu Bakar cenderung lebih bersih dari zaman kita. Bagaimana rasa khawatir terhadap anak terjerumus dengan kebodohan sungguh besar. Zaman saat ini banyak orang tua merasa aman dan santai dengan kebodohan yang melanda keluarga dan anaknya. Entah karena bingung dalam mendidik anak,
atau dia tidak mau tahu kemana sehingga merasa demikian. Para orang tua tidak memiliki pegangan dan panduan dalam mendidik, sehingga anak pun bingung mencari panutan. Sehingga panutan yang dijadikan rujukan oleh seorang anak adalah orang di luar sana yang tidak jelas dalam urusan agama. Mendidik anak di masa ini membutuhkan kerja keras. Jangan harap orang tua bersantai mendapati anak yang taat dan berilmu. Semua itu butuh kerja keras. Sama kerja kerasnya seperti orang yang rakus dalam mencari dunia. Apakah kita pernah merasa rakus dengan ketaatan dan ilmu? Juga untuk anak-anak kita, apa pernah kita merasakan bahwa mereka rakus dengan ketaatan dan ilmu? Orang tua zaman dahulu begitu mendengar ada seorang alim datang, maka berbondong-bondong mereka dengan anak-anak mereka mendatangi seraya mengambil berkah. Dan jika memungkinkan mengusahakan anaknya untuk dapat mengambil ilmu dari si alim. Hadirin, apalagi saat ini anak-anak kita hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Di dunia nyata kita bisa mendidik dan melihat secara langsung fisik mereka dan arah langkah mereka. Sehingga mungkin dengan dunia nyata kita merasa aman dengan anak-anak kita. Tapi bagaimana dengan dunia maya yang masuk pada ranah privat? Sungguh jari-jari anaklah yang bekerja. Bisa sangat memungkinkan tersembunyi dibanding ketika mereka aktif di dunia nyata. Dunia maya saat ini hampir sejajar dengan dunia nyata. Sehingga pola pikir dan perilaku hampir mirip dengan dunia nyata. Bahkan saking realnya dunia maya sampai ada undang-undang di negara ini yang mengatur. Bedanya kebebasan anak dalam mengakses dan berkomunikasi tidak terbatas oleh sekat dinding kamar dan rumah. Justru saat ini penyusupan terhadap perubahan jiwa anak banyak terpengaruhi oleh dunia maya. Zaman dahulu anak hanya bisa mencontoh dari apa yang dilihat di dunia nyata. Baik itu seorang figur maupun pergaulan. Figur itu bisa tampil di hadapannya maupun di depan televisi. Dahulu televisi hal yang berbahaya. Tetapi setidaknya televisi dilihat orang banyak dengan pertanggungjawaban yang lebih besar kepada masyarakat sehingga mudah mengkontrolnya. Tetapi bagaimana dengan media sosial dan konten dunia maya saat ini yang mampu diakses anak antar individu dengan individu? Peristiwa di satu lokasi bisa dilihat langsung dari rumah anak kita, baik itu melalui Facebook, Instagram, atau media sosial yang lain. Parahnya tidak ada lembaga sensor yang dapat mencegah itu. Media sosial dan konten dunia maya saat ini yang mampu diakses anak antar individu dengan individu. Peristiwa di satu lokasi bisa dilihat langsung dari rumah anak kita, baik itu melalui Facebook, Instagram, atau media sosial yang lain. Parahnya tidak ada lembaga sensor yang dapat mencegah itu. Sehingga itu semua masuk ke dalam pikiran anak. Dan jika itu kemaksiatan yang menyebabkan bergelora hawa nafsu anak, maka anak akan merasa aman dengan kemaksiatan tersebut. Dan yang terjadi kemaksiatan masuk ke alam bawah sadar anak. Kalau sudah demikian akan sulit bagi anak kembali ke dalam jalan real ketaatan. Maka jangan kaget jika anak sulit untuk mengaji, sulit untuk sholat, sulit untuk bertutur kata yang baik, sulit untuk berakhlak, karena di alam bawah sadar mereka ada gunung kemaksiatan yang berdiri kokoh dan siap mengatur kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya yang akan dilakukan seorang anak. Jangan menganggap remeh keadaan ini, apalagi kita yang memiliki anak dalam usia pendidikan. Begitu juga istri-istri kita, sungguh tidak sedikit serbuan kehidupan dunia maya yang banyak menghancurkan rumah tangga. Dihancurkan pola pikir para istri tersebut sehingga mungkin pendidikan yang didapat ketika sebelum menikah akan hilang ditelan pengerusakan pikiran, termasuk godaan untuk berhubungan dengan laki-laki lain yang menyebabkan hancurnya rumah tangga karena kemudahan akses bagi seorang istri melalui dunia maya, dan termasuk pemikiran-pemikiran liberal yang tidak mengharuskan istri taat kepada suaminya. Tidak cukupkah kita mendengar hancurnya keluarga karena dunia maya? Ini menunjukkan dahsyatnya dunia maya pada kalau sekarang perlu ditambah siapa yang dia follow atau dia ikuti dalam mengakses media sosial. Apa yang sering mereka buka dan yang mereka ungkapkan, itulah alamat atau tanda yang dapat dinilai oleh seorang ayah atau suami apakah anak dan istrinya terkontaminasi dengan racun-racun dunia maya atau tidak. Jangan sampai api yang membakar ketaatan anak istri menjadi membesar dan menghanguskan seisi rumah, baru kita menyesal dan sadar.
Hadirnya kita di haul, termasuk usaha kita untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita dari fitnah kehidupan. Saat ini dengan berdoa dan bertawassul serta memperbaiki komitmen dan keyakinan terhadap kesungguhan kita kepada tali salaf alawiyin, khususan kepada Al-Habib Abu Bakar yang telah mendapatkan kedudukan yang tinggi karena beliau mengikuti jalan hidup pendahulunya dengan tepat. Dan juga tidak kalah pentingnya, beliau Al-Habib Abu Bakar mengikuti jalan salafnya dengan penuh pengagungan dan rasa ta'zim atas ilmu, atas akidah, atas jalan hidup salaf-salafnya, sehingga beliau mendapatkan sir karena pengagungan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia sekelas Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar yang tidak diragukan lagi maqamnya atas pengakuan wali-wali di zamannya saja, begitu mengagungkan jalan salafnya. Bagaimana dengan kita yang sangat rapuh dengan kehidupan di dunia ini, ditambah problem-problem dunia yang kita hadapi? Sungguh kita bagaikan sampan kecil di tengah ombak yang menggunung di samudra luas dan membahayakan untuk kita tenggelam. Ketika ombak itu cukup tinggi, bahaya mengancam, tenggelam mengancam, tiba-tiba ada bahtera agung yang melintas di samudra itu, yang membukakan pintunya untuk kita naik dan selamat dari ombak yang besar. Dan bahtera itu adalah bahtera salafun salih. Masihkah kita mau mengarungi samudra kehidupan ini sendirian? Tidak maukah kita masuk ke bahtera itu yang di dalamnya ada Al-Habib Abu Bakar, yang di dalamnya ada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang di dalamnya ada Al-Faqih Al-Mugaddam, yang di dalamnya ada Al-Muhajir Ahmad bin Isa, yang dinahkodai bahtera itu oleh kakek mereka yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagai penutup, wa antum khususan ya Alawiyin, cukuplah nasihat Al-Habib Ali menjadi uraian. Ketahuilah wahai sada Alawi, bila seorang Bani Alawi tidak di jalan pada garis leluhurnya Alawi, maka ia bukan termasuk Bani Alawi. Barang siapa pemuda dari Bani Alawi yang tidak beradab dengan akhlak leluhurnya yang saleh, maka ia putus dari tali leluhurnya Bani Alawi. Dan bila seorang Bani Alawi yang pemikirannya menyimpang dari tarigah Alawiyin, maka ia bukan golongan dari Bani Alawi. Jika seorang Bani Alawi beramal dan berakidah tidak mengikuti amal dan akidah datuknya dan leluhurnya, maka dia bukan masuk dalam kaum Alawi, maka ia bukan tergolong dari golongan Alawi. Inilah ucapan Al-Habib Ali sebagai tokoh pembesar Sada Alawiyin. Dan pasti ucapan Sayyidi Al-Habib Ali adalah pesan yang ingin disampaikan oleh salaf Sada Alawiyin yang hidup sebelum beliau untuk generasi kita sekarang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan kepada kita, memberkahi pertemuan kita dengan sebaik-baiknya, dan dijadikan jalan ini adalah jalan hidup kita, jalan hidup anak istri kita, jalan hidup keluarga kita, jalan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Dan kita bertawassul kepada Allah melalui Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Kita hadir di hadapan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Beliau tidak meninggal dunia, beliau mendengar ucapan kita. Kita panggil nama beliau, ya Habib Abu Bakar, ya Habib Abu Bakar, ya Habib Abu Bakar, lihatlah kami yang menjadi tetamu-tetamumu ya Habib. Jangan jadikan kami keluar dari tempat ini tidak mendapatkan apa-apa. Kami yakin ya Habib, kami meminginkan hajat, memanjatkan doa, memanjatkan ijab doa yang kami panjatkan ya Habib. Panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikabulkan ya Habib. Kami yakin doa yang dipanjatkan oleh Habib Abu Bakar dari alam barzakh insyaAllah meliputi doa-doa kita semua, sehingga diberikan kemudahan bagi kehidupan kita, dijauhkan dari mala bencana, dijauhkan dari bencana bagi keluarga, bagi bencana dalam kehidupan agama, bagi anak kita, bagi istri kita, bencana dalam ekonomi, dijauhkan bagi keluarga kita, anak istri kita, bagi kaum muslimin. Dan Allah angkat fitnah di antara keluarga kita, di antara kaum muslimin, di negara kita khasah. Negara ini adalah negara yang banyak sekali para zurriyah, para keturunan Nabi dititipkan di negara ini, di antaranya beliau Sayyidi Al-Imam Al-Habib Abu Bakar. Mudah-mudahan berkahnya beliau Indonesia diberikan keamanan, Indonesia dijauhkan dari fitnah,
Indonesia dijauhkan dari malapetaka bencana. Allah jadikan pemimpin diberikan hidayah. Allah jadikan para pemimpin diberikan hidayah. Doa dari para wali-walimu yang ada di bumi Nusantara ini. Dan mereka yang sedang berhaji, Allah terima hajinya. Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur. Haji yang diterima mereka kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiyah, membawa contoh yang baik bagi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan doa panjat yang kita terakhir kita panjatkan, ya Allah, panjangkan usia kita semua, panjangkan usia hadirin yang hadir dan orang-orang yang niat untuk hadir ke tempat ini, mereka yang belum sempat hadir tapi niat, mereka termasuk tetamu para Al-Habib Abu Bakar, panjangkan usia mereka ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah dalam sehat wal afiyah, dalam kegembiraan, dalam keimanan dan ketakwaan. Dan jika akhirnya waktu bagi kita semua untuk berpisah dari alam dunia, ya Allah, ketika menghadapi sakaratil maut, ketika menghadapi sakaratil maut, ketika ruh mulai berjalan, ketika sulitnya orang mengucapkan la ilaha illallah, beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar yang akan menuntun kami, ya Allah. Al-Habib Abu Bakar yang akan menuntun la ilaha illallah. Al-Habib Abu Bakar yang akan menuntun la ilaha illallah. Ya Habib Abu Bakar, datanglah engkau kepada kami ketika kami sedang menghadapi sakaratil maut, sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah, ruh kami lepas dari jasad kami bersama dengan engkau ya Habib Abu Bakar. Engkau gandeng ruh kami untuk engkau pertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bertemu dengan keluarga Nabi Muhammad, bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wal afu. الحمد لله على هذا الاجتماع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحصل ببركة هذه الاجتماعات الانتفاعات، ويعود خيرها وبركتها علينا وعليكم وعلى الأولاد والبنات والزوجات، ويصلح الظاهرات والطويات، ويعود بركة هذا الجمع كله على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحول أحوال الأمة إلى أحسن حال ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مولى بلال خرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك، منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك. هكذا سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، مضوا أوقاتهم في نفع العباد خلافة عن جدهم الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه همه الأوحد أمته وصلاح أمته، وهو في سكرات الموت ناجي مولاه أمتي أمتي، ما اطمأن خاطره حتى أتاه جبريل يقول له إن الحق يقرئك السلام، ويقول لك إنا لن نخزيك في أمتك. كل ليلة يدعو لأمته. عندما دخلت عليه سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يصلي، فلما أحس بها فقال من؟ قالت عائشة. قال الله: اللهم اصلح عائشة، اللهم احفظ عائشة، اللهم أسعدها في الدارين. ففرحت سيدتنا عائشة فقال: أسررت يا عائشة؟ قالت: كيف لا أسر يا رسول الله، وهذه الدعوات العظيمة من فمك في هذا الوقت المبارك في هذه الساعة الشريفة. فقال: أما والله يا عائشة، إنها دعوتي لأمتي في كل ليلة. هذا النبي العظيم الذي يقول لنا
ما من خير يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شر يقربكم إلى النار إلا وحذرتكم منه. هذا النبي العظيم ما طلب من أمته على دعوته جزاء ولا شكورا، بل ما أمره الله به وهو قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي المحبة في أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لازم محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة أهل بيته، أولئك أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيثما حلوا حل الأمان، والحمد لله كثر الله الأمان في هذه البلاد إندونيسيا بكثرة أهل البيت فيها، إذ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء. جعل الأمان بكثرة هذه المعاهد التي أسست على التقوى ابتغاء مرضات الله، لنشر سنة حبيب الله ونشر شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. بهذه الاجتماعات كثير من الابتلاءات ترفع. ما دعوة أولئك أهل البيت الذين دخلوا في هذه البلاد؟ إنما دعوتهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دعوا بالقول السديد وبالفعل الحميد على علم وبرهان، دعوا للاجتماع لا للتفرقة، دعوا للرحمة لا بالعدوان والغضب، نشروا الإسلام ونشروا علوم سيد الأنام في هذه البلاد إندونيسيا، ولم تقطر قطرة دم واحدة، بل دخلوا بالدعوة إلى الله عندما تجسدت فيهم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل من نظر إلى هذه الأخلاق لا يملك إلا أن يستسلم ويدخل في الإسلام. فلما بعدنا عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ساءت أحوالنا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالمسلمون إخوة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كل عالم يدعو إلى الاجتماع فذاك عالم نتبعه ونقتدي به، وكل عالم ينشر الفتنة ويدعو إلى التفرقة فذاك نتعوذ منه ولا نستمع إليه ولا نحضر مجلسه. نشر تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم هي شريعته، وجعلوا هذا العلوم التي نشروها دين، ودينهم يؤخذ بالسند عالم عن عالم عن عالم إلى سيد العلماء محمد. فمن ليس لعلمه سند فلا علم له. فالإنسان يحرص على أمر دينه ولا يسأل عن أمور دينه إلا من له سند إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون جواله أهم عليه من دينه، فإنه إذا خرب جواله سعى في بلاد إلى بلاد يبحث عن المهندس الأحسن. فلماذا لا تبحث عن من يجيب عن مسألتك ممن له سند للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيكون أمر جوالك أعز عليك من أمر دينك؟ فهذا هو الهوان. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وبالنبي محمد سيد الأنام، فلا نبتغي العزة في غير الإسلام وفي غير فخرنا المؤبد الحبيب المحبوب محمد.
فلا نفترق لأجل أمور من الدنيا لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بل نجتمع على محمد وعلى تعاليم محمد وعلى منهاج محمد وعلى سيرة محمد. وأولئك السلف الذين حضرنا حوليتهم خاتمة المحققين خليفة الآباء والأجداد القطب الغوث الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف، مشى في الأرض وساحة في جميع بلاد جاوة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: ما من ديسة إلا ودخلناها. ما مرادهم المال، إنما مرادهم صلاح الأحوال. جاءوا وغيروا إلى الأحسن ولم يتغيروا بشيء إلى الأسوأ. هذا هو المؤمن الذي يصلح من حوله وكل من قرب منه صلح. بل أن النظر فيهم بعين المحبة إكسير يحول الشقي إلى سعيد. كان أبو الغيث السمرقندي في مسجد الخيف والناس في ميناء يمشي بين الصفوف ويتفرج إلى الوجوه ويمشي صف خلف صف، فقيل له في ذلك، قال لهم: بلغني عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن لله أقوام من نظرهم أو نظروه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أولئك القوم هم مرادي، هم أحباب الله، مطربة بخت من دخلوا دياره وشافوه، قوم ما يظلمون أصلا من أسلفهم أوفوه، قوم لو تحملهم الحيد الكبير استخفوه. أولئك الأقوام الذين مشوا لأنهم مشوا على هضم النفوس. قال سيدنا السقاف: بلغنا في المجاهدات على الدرجات فلم يفتح علينا بشيء حتى رجعنا إلى مخاطبة النفس وعتاب النفس وموت النفس، ففتح علينا بكل شيء، فتح علينا بكل شيء. فالنفس ما دامت حية فهي حية تلداك تمنعك من خير الدنيا وخير الآخرة. ما بلغ أولئك الرجال المقامات العوال إلا بموت النفس. لم يروا لهم فضلا على أحد، بل خالطوا الناس بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فثبت الدين والإسلام في قلوب الناس بالمعاملة. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خبر المؤمن خير من خبره، أي عندما تعامله أفضل من أن تسمع بأخباره بأذنك. هذه هي أحوالهم، هذه هي صفاتهم، رضي الله تعالى عنهم، حفظ الله فحفظهم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، يحفظك في نفسك، يحفظك في أهلك، يحفظك في أولادك، يحفظك في ذريتك من بعدك. كان سيدنا سعيد بن المسيب شديد المجاهدة حتى أشفق عليه ابنه، قال: يا والدي لقد شققت على نفسك. فقال: من أجلك يا ولدي فإنني إن حفظت الله في أعمالي في أوقاتي حفظني الله سبحانه وتعالى في ذريتي من بعدي. يقول سيدنا الحبيب محمد بن هادي السقاف: وإني لا تكون أرجى آية في القرآن قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بصلاح الآباء والأجداد، صلاح الذريات، وتعود هذه الصلاح هذه المجتمعات إن شاء الله بخيرات وبركات علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعا يا رب العالمين. يحفظ هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الأذيات والبليات العاهات الظاهرات والباطنات، واحفظنا وإياكم جميع المسلمين من كل أذية وكل بلية وكل شكية، ويعطينا وإياكم كل أمنية ويصلح القصد والنية، ويغفر لنا ما مضى ويحفظنا فيما بقي، ويعزنا بالطاعات ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفات، ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات، ويصلح الأولاد والبنات والزوجات، يجعلن صالحات طائعات عابدات
ساجدات مطيعات لله رب العالمين ولرب البريات، ولا ننصرف إياكم من هذه الحولية المباركة إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة والكربة، اللهم احنا حياة طيبة، واحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك، واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Terjemahan daripada khutbah Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdar yang mampu saya catat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya dalam majlis yang penuh berkah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari majlis ini akan memberikan manfaat pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, istri kita, dan bahkan seluruh umat. Dan mudah-mudahan keberkahan ini juga kepada seluruh masyarakat, karena yang kita datangi adalah Al-Habib Abu Bakar, seorang pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya datang ke sini tidak ada yang menggerakkan kecuali berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulus berharap pertolongan, berharap berkah, dan beliau adalah merupakan khalifah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda Nabi Muhammad tidak ada harapannya di dalam hatinya kecuali keselamatan umatnya. Bahkan di akhir daripada kematiannya, dalam sakaratil maut, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril, bagaimana umatku setelah wafatku wahai Jibril. Maka Jibril pun terdiam, kembali kepada Allah dan kembali kepada Nabi, menyampaikan salam Tuhannya kepada Rasulullah, inna rabbaka la yukhzika abada, Allah belum pernah mengecewakan kamu wahai Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan surga haram untuk seluruh nabi dan umatnya sebelum engkau dan umatmu masuki terlebih dahulu. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tenang, saudara. Baru Nabi merasa tenang dan Nabi SAW siap untuk meninggalkan dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangatnya adalah Nabi Muhammad SAW adalah untuk keselamatan umat beliau SAW. Diceritakan bahwa ketika Nabi SAW qiyamul lail yang begitu panjang mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu muncul Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Nabi melihat Siti Aisyah, Nabi memohonkan kepada Allah, Allah mafarrih Aisyah, ya Allah bahagiakan Aisyah, ya Allah selamatkan Aisyah, ya Allah tolongkah Aisyah. Begitu mendengarkan doa itu, Siti Aisyah merasa senang dan bahagia, sambil Nabi menyatakan, asyurirti ya Aisyah, bahagiakah kamu ya Aisyah mendengarkan doaku? Iya ya Rasulullah, bagaimana itu doa Anda untuk aku ya Rasulullah, aku sangat bahagia. Maka Nabi menyatakan, demi Allah itu doa adalah setiap saatnya aku ucapkan untuk umatku wahai Aisyah. Nabi menghendaki Anda bahagia, saudara. Nabi menghendaki Anda selamat dunia sampai akhirat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min khairin yugarribukum ila jannah illa dalaltukum ilaih."
tidak ada satu kebaikan yang mendekatkan kamu, yang menghantarkan kamu surga, kecuali aku telah memberikan petunjuk kepada kamu. Dan tidak ada kejahatan, kejelekan yang mendekatkan kamu dan menyebabkan kamu masuk neraka, kecuali qad hadartukum anhu. Aku telah mewarning kamu, telah mewanti-wanti kamu untuk jangan kamu lakukan atau tinggalkan. Naam, itulah yang dilakukan oleh Al-Habib Abu Bakar, itulah yang dilakukan oleh turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dilakukan oleh para ulamaul amilin. Mereka adalah kepentingan umat dan umat dan umat, keselamatan kaum muslimin. Dan tahukah Anda siapa Al-Habib Abu Bakar, turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil ghurba." Katakan wahai Muhammad, katakan nih kepada umat, harus tahu umat ini, aku Nabi Muhammad tidak berharap upah. Enggak usah ngasih duit sama Nabi. Nabi enggak perlu duit. Enggak usah ngasih hadiah sama Nabi. Illal mawaddata fil ghurba. Cintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Cintai saudara, karena memang dengan cinta kepada keluarga Nabi dan mengikuti tariqah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu-satunya penyebab aman di atas bumi ini. Bukankah Nabi pernah bersabda, An-nujumu amanun li ahli sama' wa ahlu baiti amanun lil ahli ard. Bintang itu adalah tanda aman yang ada di langit untuk penghuni langit, dan ahlul baitku adalah tanda aman untuk penghuni bumi. Kalau Anda, kalau langit tanpa ada bintang, maka sudah saatnya kehancuran ada di langit. Kalau tidak ada ahlul bait di atas bumi, maka sudah saatnya kehancuran di atas bumi, saudara. Mereka lah orang-orang seperti Al-Habib Abu Bakar ini adalah amanun li ahlil ard. Berkat mereka inilah bala diangkat oleh Allah. Kita selamat daripada bala karena berkat orang-orang yang seperti mereka ini, ya ikhwani. Tahukah bagaimana mereka dalam berdakwah? Mereka tidaklah berdakwah dengan senjata. Mereka tidak berdakwah, saudara, dengan meneteskan darah. Mereka berdakwah ilallah dengan al-akhlaqul karimah. Dan sampailah di negeri yang kita cintai ini, yang asalnya menjadi penyembah berhala, menjadi mayoritas Islam adalah karena dakwah mereka dengan al-akhlaqul karimah. Itulah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena itu bagi kita penerus daripada salaf, bagi Anda semuanya yang mengaku mengikuti salafus saleh, maka ikuti jejak mereka semuanya. La yaslahu akhiru hadhihi ummah illa bi salahi awwaliha. Tidak mungkin generasi akhir akan jadi baik kecuali kalau mengikuti generasi pendahulu-pendahulunya, ya ikhwani. Ikuti jalur daripada salaf Anda. Jangan ikut-ikutan yang baru kemudian keliru, apalagi tidak sama dalam akidahnya dan pemikirannya, maka Anda akan tersesat. Kita semuanya umat Islam yang harus saling menghargai. Kita semuanya umat Islam yang tidak boleh mengganggu satu sama lain. Nabi menggambarkan kal jasadil wahid idastaka minhu udwan tada'a sa'iral jasad bisahar wal humma. Satu badan, tangan kecepit, kaki misalnya ketusuk duri, ketusuk paku, mata masih selamat tetap menjerit, saudara, merasakan sakit yang ada di kaki, mulut menjerit, mata menangis, bahkan seluruh anggota badan juga merasakan panas karena infeksi, padahal yang sakit ada di kaki. Itulah umat Islam. Jika ada umat Islam yang terdolimi, yang lainnya merasa terdolimi, bukan berarti kalau ada umat Islam dicaci atau didolimi, kemudian yang lainnya merasa beruntung dan berbahagia. Islam cap apa ente?
Karena itu hati-hati, hati-hati dengan ajaran orang-orang yang sok tampil dengan ilmu tapi ilmunya tidak ada sanad. Awas, hati-hati. Ilmu al-ilmu din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama kamu. Ilmu ini adalah yang bisa yang menjadikan kamu itu sesat atau tidaknya. Karena itu bukan dari internet, tapi ilmu itu dari guru yang pasti sanatnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itulah yang harus kita ketahui. Bukan berarti HP-nya dibuat sandaran, ya ikhwani. Kalau Anda punya muskilah, datang kepada orang seperti Habib Abu Bakar yang sanad ilmunya jelas sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti bongkar-bongkar di internet kemudian akhirnya berfatwa ngaco, jadinya keluar dari melesat daripada ajaran agama itu nantinya. Kemudian ya ikhwani, kita ini mau cari kemuliaan lewat apa sih? Anda ini sudah mendapatkan kemuliaan pertama dengan Islam Anda, kedua dengan Nabi Anda, ketiga dengan salaf Anda. Mau cari kemuliaan apa lagi Anda ini? Anda meninggalkan Islam, Anda menjadi hina. Anda meninggalkan Nabi Anda jadi hina. Anda meninggalkan salaf Anda jadi hina. Nahnu qaumun a'azzanallahu bi'islam falanatubul izzah min duni. Kami ini adalah orang yang mulia karena Islam kami, bukan jabatan kami, bukan duit kami, bukan kendaraan kami, bukan ketenaran kami, bukan pakaian kami. Karena itu kami tidak butuh dengan kemuliaan selain Islam, selain Nabi Muhammad, dan selain daripada salaf kita semuanya. Mereka lah berkat mereka, orang-orang yang berdakwah dengan al-akhlaqul karimah dari kota ke kota, bahkan ke pelosok-pelosok, sampai beliau pernah berkata bagaimana, ma min desa illa dakhalnaha, tidak ada satu desa kecuali aku masuki, masuk ke pelosok-pelosok. Saudara, sedikit ada tambahan yang kemarin, bagaimana Al-Habib Abu Bakar ini murabbi, bukan hanya masalah-masalah sekecil apapun diperhatikan. Kenapa? Perubahan yang kecil akan bisa membuat perubahan yang besar. Saudara, kemarin dibaca dalam Roha bagaimana Al-Habib Abu Bakar setelah keluar daripada khalwahnya menghadiri satu majlis, dilihat orang-orang lagi ngetren pakai kopi torbus merah. Al-Habib Abu Bakar melihat ini pasti ada nggak beresnya. Setelah satu majlis, setelah selesai majlis, satu dipanggil, sahibul bait dipanggil, duduk ada di belakang rumah sambil berkata, bertanya-tanya, kenapa kamu pakai kopiah ini? Kenapa enggak kamu pakai topi kopiah yang dipakai oleh datuk-datuk kamu? Kenapa harus berubah warna? Kenapa harus berubah model? Apakah kamu itu lebih mulia dengan berpakaian demikian? Apakah kamu itu menjadi lebih terhormat dengan warna yang demikian? Langsung itu orang membuka topinya, mengganti dengan kopiah putih kembali, masuk dari majlis. Dalam saat itu juga semuanya berubah, kopiahnya menjadi putih. Saudara, murabbi ya ikhwani, siapa yang menegur kita semuanya? Siapa yang menegur kita semuanya? Sekecil apapun perubahan, walaupun tidak haram loh itu, merubah warna tidak haram, merubah model topi tidak haram, tetapi itu semuanya tidak dikehendaki oleh Abu Bakar. Jangan berubah daripada salaf, karena kemuliaan kita ada di thariqatus salaf. Itulah murabbi ya ikhwani. Sekarang berubah semuanya, seakan-akan kita adalah punya model sendiri ya ikhwani. Panjang sekali tadi yang dibawakan oleh Al-Habib Abdullah. Intinya adalah lihatlah seperti orang seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, ikuti jalan-jalan daripada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka, jagalah ajaran Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu, menjaga kamu, menjaga keluarga kamu. Sa'id bin Musayyib banyak beribadah, anaknya menegur, "Abah, kenapa terlalu banyak beribadah?"
Untuk apa Anda ini memperbanyak ibadah? Di ajrika ya waladi. Aku banyak ibadah untuk kamu wahai anakku. Kenapa? Aku berusaha untuk menjadi orang yang soleh karena berharap anak turunanku untuk menjadi orang yang soleh untuk diikuti oleh anak turunanku. Karena itu Al-Habib Muhammad bin Hadi berkata, aku berharap arja ayah yang paling aku harapkan daripada ayat Al-Quran untuk menjadi kebaikan turunanku adalah firman Allah, wa kana abuhuma saliha. Karena itu mari kita pulang dari majlis ini, kita jadikan diri kita orang yang soleh, menjadi anak-anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh, cucu-cucu kita menjadi cucu yang soleh. Jangan menyaksikan lagi anak-anak kita bahwa kita adalah penggemar dumna. Jangan ada lagi menyaksikan anak kita bahwa kita adalah penggemar sepak bola. Jangan ada kata kitab kita, kita adalah penggemar baca ratib, penggemar baca Quran, penggemar daripada qiyamul lail. Mudah-mudahan insya Allah berkat Habib Bakar, Allah rubah hati kita menjadi hati yang bagus, takwa kepada Allah, khasyah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم إلى يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله kita ditakdirkan kembali hadir dalam halnya seorang waliullah, seorang arif billah, al-imam al-qutb al-habib Abu Bakar bin Muhammad as-Saggaf. Insyaallah kehadiran kita ini mendapatkan berkahnya, mendapatkan madad sehingga keluar dari majlis ini berubah mengikuti jalannya orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Jadikanlah kecintaan kita kepada orang-orang soleh, jadikanlah keberadaan kita sewaktu hadir haul tidak lain agar ada silah hubungan dengan beliau, sehingga insya Allah dekatnya kita dengan orang yang soleh akan menjadikan kita dekat dengan Habibuna Muhammad, dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah ini wasilah agar kita selamat besok di akhirat, kecintaan kita kepada orang-orang soleh merupakan bekal kita besok di akhirat. Dengan datang ziarah, dengan datang halnya, dengan mendengarkan apa yang telah ditutur katanya, dengan mengikuti jejaknya, ketahuilah itulah bekal kita besok di akhirat. Hum khirati wa dhakhirati, di mana? Fil hasyr yaumul qiyamah. Besok sewaktu kita berada di mahsyar, ingat terus bahwa kita akan dibangkitkan di mahsyar. Jangan bilang kita akan hidup terus, tidak.
jangan dustakan diri kita. Pasti akan datang saatnya di mana nanti di mahsyar, di mana kita akan dibangkitkan dengan keberadaan kita berada dengan orang-orang soleh. Yakinlah, besok akan dibangkitkan bersama orang-orang soleh. Majlis kita bekal untuk besok di akhirat. Sewaktu kita dibangkitkan, insya Allah kita berada bersama Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagab. Amin ya Allah. Artinya di bawah bendera Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan ini. Jangan anggap remeh ini. Bukan sekadar hadir, tapi jadikan itu bekal kita, pegangan kita. Inilah yang tutur kata dari mereka orang-orang yang sudah soleh. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar mengatakan semacam ini yang ibadahnya, bagaimana dia menggali kuburnya dan menghatamkan sekian ribu hataman dalam membaca Al-Quran. Mesti mengatakan semacam ini. Bahkan Qutbul Irsyad wa Hazal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagaimana ibadahnya, bagaimana ilmunya, bagaimana munajatnya. Cukuplah kata-kata beliau mengatakan tidak ada satu sunnah dari sunnah Nabi Muhammad kecuali aku sudah menjalankannya. Tidak ada suatu hadis yang muskil. Aku tidak tahu bagaimana kedudukan ini hadis. Sahihkah, hasankah, dhaifkah, ataukah ini hadis maudhu? Apa yang dilakukan beliau? Aku langsung bertanya kepada Rasulullah. Aku langsung bertanya kepada Habibuna Muhammad. Begitu dekatnya dengan Nabi Muhammad. Tapi apa yang beliau katakan? Apakah masih mengandalkan ibadahnya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan apa yang telah dilakukannya? Tidak. Pegangannya besok di akhirat. Tolong perhatikan, biar kita besok selamat, biar majlis ini mengantar kita besok ke akhirat. Beliau mengatakan mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati wa urwatil wuthqa wa afdhalu ma indi. Cintaku kepada mereka orang-orang saleh, kepada para aulia Allah, itu agamaku, itu amalan sunnahku, itu fardhuku, itu yang jadi peganganku, dan itu yang paling afdol ada pada diriku. Karena janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dibangkitkan seseorang bersama yang dicintainya. Pegangi ini seperti contoh Habib Abu Bakar. Lihat kemuliaannya, keagungannya. Tadi kita dengarkan sekelumit dari ada sejarahnya. Maqamnya begitu tinggi, as-siddiqiyal kubra, bahkan min ahli dar. Kapan kita panggil, beliau akan datang. Cukup banyak cerita yang kita dengar. Jangan lewatkan ini. Datangi mereka orang-orang soleh, khususnya mereka yang selalu berada dalam barisan Nabi Muhammad. Apalagi bercampur lagi dengan nasabnya bernyambung kepada Nabi Muhammad. Apalagi setelah ini, pegangi mereka, ikuti mereka, ziarahi mereka, cintai mereka, dan bekal kita besok di akhirat. Amin ya Allah. Ada muskilah apapun, minta sama Allah lewat waliullah, langsung diijabahi oleh Allah. Panggil namanya, datang ziarah sini, bawa banyak muskilah. Tapi yang terpenting dua. Dua jadi pegangan kita. Bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, bukan. Yang paling penting sewaktu kita ziarah ke makamnya wali-wali,
sewaktu ziarah sampai kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad sewaktu datang ke ziarah ke Rasulullah, bermunajat kepada Rasulullah, mengajukan masalah-masalah tawassul kepada Rasulullah, tapi beliau mengatakan wa inna salahuddin wal qalb sayyidi wal gharadul aqsa fa ya sayyidi gumbi, minta keselamatan iman Islam kita, minta agar tetap iman Islam sedang diuji kita, sedang diuji imannya, entah itu dengan harta sampai dijual itu keimanan, sehingga fatwa-fatwa yang na'udzubillah min dhalik, diuji akhlak kita, diuji dengan segala macam itu janji Allah. Setiap muslim yang hidup di dunia akan diuji, luluskah atau tidak, liyabluwakum ayyukum. Allah janjikan kepada kita agar kita beriman sampai kapan? Sampai kita detik-detik terakhir kita mukmin muslim, barulah kita akan selamat. Bukan sekarang ini. Sekarang boleh muslim, tapi enggak tahu besok bagaimana keadaannya. Bisa-bisa pagi hari muslim, sore hari sudah menjadi orang kafir. Sore hari sudah murtad. Minta keselamatan din, semuanya yahun enteng, musibah apapun enteng, apa yang kita lihat semuanya ringan, kecuali musibah jangan menimpa kepada agama kita. Jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khatibah. Lihat wali-wali tengah malam mesti doanya, padahal itu wali, itu orang soleh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ini yang paling penting. Ceritakan suatu kejadian yang terjadi kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat bagaimanakah kemuliaannya, kedudukannya menjadi Sultanul Aulia. Berjalan bersama murid-muridnya, tahu-tahu di salah satu gang ada satu anak muda teler yang luar biasa, mabuk sehingga pakaiannya terlihat kotor, kotor, duduk di bawah dekat comberan. Ya Allah, tahu-tahu dia menegur kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, apakah Tuhan Allah itu akan mampu atau tidak? Har Rabbuna qadirun am ghairu qadirin? Tanpa disambung kata-katanya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani memahami apa maksudnya, maka dia tersenyum dan mengatakan qadirun. Kedua kali bertanya lagi, ya Abdul Qadir, har Rabbuna qadirun am ghairu qadirin? Pertanyaan yang sama, senyum lagi Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan qadirun, mampu. Yang ketiga tanya lagi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, hal Rabbuna qadirun am ghairu qadiri? Apakah Allah mampu atau tidak mampu? Tahu-tahu Syekh Abdul Qadir Jailani menjatuhkan dirinya menghadap kepada Allah, menangis, menangis, menangis. Selesai dia menangis lama, dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia ke rumah. Akrimu, hormati dia. Murid-muridnya kebingungan, apa ini yang terjadi? Kami tidak memahaminya. Maka ditanyakan Sayyidina Syekh, wahai guru kami, apa maksudnya ini semua? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, pemuda itu bertanya kepadaku, apakah Allah mampu untuk mengampuni dosa-dosaku?
Maka aku jawab, mampu. Lalu dia bertanya lagi, apakah Allah mampu untuk menjadikan aku seperti kau, wali besar? Maka dijawab, mampu. Tahu-tahu dia bertanya lagi yang ketiga, apakah Allah mampu atau tidak menjadikan kau, Abdul Qadir, seperti aku? Teler, mabuk, maksiat. Si Abdul Qadir Jilani takut. Takut kalau ada salib diambil apa yang telah didapatinya. Menangis, menangis, bertobat. Ingat ini. Jangan lancang berbicara masalah agama. Jangan lancang kalau kau tidak mengetahui. Jangan keluar dari jalannya salafuna soleh. Pegangi orang-orang yang soleh. Niscaya kau akan menjadi orang soleh. Dan besok dibangkitkan bersama orang yang soleh. Amin ya Allah. Tapi kalau sampai lancang, na'udzubillah min dzalik. Tadi kita dengarkan apa yang diinginkan dari mereka orang-orang soleh, hanya ngikuti jalannya. Apa yang diminta oleh Habibuna Muhammad kepada umatnya, mencintai anak cucunya. Ayat tadi sewaktu turun, kullaa as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, yaqul sayyidina Ali bin Abi Thalib, la yuhibbuna illa mu'min. Tidak ada orang yang cinta kepada keluarga Nabi kecuali dia betul-betul mukmin. Hati-hati. Jangan karena faktor pimpinanku, yaiku, ustadku, dan lain-lainnya. Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani, takut kalau matinya su'ul khatimah. Demi Allah, bukan satu hadis, bukan 10 hadis masalah ini. Kita boleh berbeda pilihan, sekalipun sekarang sudah tidak ada lagi, tidak 01, tidak 02. Tapi yang ditakutkan adalah kalau sampai imbasnya kena dengan agama kita. Karena tidak suka dengan salah satu habib, berbeda dalam pilihannya, lalu dia berbicara mendiskreditkan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ini sifat hasad. Hasad yang ada pada manusia. Memang sejarah menceritakan banyak sekali orang-orang yang hasud kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ja'far sendiri mengatakan, cucu Rasulullah ini mengatakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah orang-orang menghasud, dengki, iri atas karunia Allah yang Allah telah berikan kepadanya? Maka Sayyidina Ja'far mengatakan, fina ahlul bait, kita para habaib. Tolong hati-hati. Hati-hati. Karena faktor tidak dicium tangannya, Habib dicium tangannya, langsung mengatakan perkataan yang na'udzubillah min dzalik. Ingat, yang diminta oleh Habib Abdullah Haddad, apa itu? Salahuddin wa salahul qalb. Kalau hatinya rusak, hatinya bobrok, hatinya ada sifat hasudnya, na'udzubillah min dzalik, sangat berbahaya besok di akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita. Semoga Allah menyelamatkan ulama-ulama kita. Semoga kita bersama-sama bersama hamba Allah yang saleh di dunia bersama mereka, dan besok dibangkitkan bersama mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم وما عملنا من عمل صالح ومن عمل فيه خير في هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المجلس الشريف هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل وصحابة والقرابة وأزواجه وجميع ذرية رسول الله أجمعين وتابعين وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن إسحاق وسيدنا الحبيب عبيد الله بن أحمد بن إسحاق وسيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعصول المفرم ثم إلى الحبيب محمد بن علي مولد ولا وابده المقدم ثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف ثم إلى أرواح سيدنا عمر مهدار بن عبد الرحمن السقاف وأخي أبي بكر سكران وابنه علي ثم إلى حبيب عبد الله بن أبي بكر علي دروس وابنه أبي بكر العدني ثم إلى روح سيدنا فاخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم وأخي أقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبسي صاحب السعيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري والعرشي والحبيب يوسف بن عبد الحسني ثم إلى روح قدب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشي علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح قدب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وعصول نافره والحبيب حسن بن سهل البحر والحبيب أحمد بن زين الحبسي والحبيب أحمد بن هاشم الحبسي والحبيب أحمد بن عمر الهندوان والحبيب علي بن عبد الله الدروز والحبيب علي بن عبد الله السقاف والحبيب سقاف بن محمد السقاف ثم إلى روح الجد إمام وادي الأحقاف الحبيب عمر بن سقاف السقاف وإخوانه الحبيب عبد القادر عبد الرحمن وحسن وعلوي ورسلهم وفرهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب شيخ بن أحمد بفقيه ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الله النتاس والحبيب العرف بالله علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عمر بن حامد السقاف والحبيب عمر بن محمد مولى خيلة والحبيب عبد الله بن عمر السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد بن قدبان والحبيب محمد بن عدروس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد بن المحضر ثم إلى روح الحبيب أحمد بن محسن الهدر وسيد الحبيب العرف بالله علوي بن محمد هاشم السقاف ثم إلى سيدنا الإمام الجد الحبيب محمد بن عمر بن سقاف السقاف ثم إلى روح من اجتمعنا هنا من أجلك وسببه صاحب الحضرة المقام سيد العارف بالله الإمام القدب الغوث سيد الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف ووصوله وفرعه ومشيه وتلميذه وتلامذته والمنتسبين إليه والآخذين عنه وأولاده الجميع الحبيب عبد الله وسيد الوالد الحبيب شيخ والحبيب سقاف والحبيب علي وحباب رقوان ثم إلى أرواح مشايخ هذه الجهة وأولياء هذه البلدة خصوصا الملك إبراهيم ومولانا إسحاق والشيخ رحمة الله والأنفل والسلطان إبراهيم مولى الطوبان والشيخ محمد عين اليقين وحضرة الشيخ أي هاشم أشعري ثم إلى الحبيب عبد القادر بن علوي السقاف الحبيب محمد بن هادي السقاف وأخويه الحبيب عبد القادر والحبيب أحمد ثم إلى أرواح الحبيب حسين بن أبي بكر علي دروس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وولد الحبيب وابن الحبيب محمد وولد الحبيب عبد الرحمن ثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن الطاس والحبيب محمد بن طاهر الحداد وأولاد الحبيبين علوي وحسين ثم الحبيب علي بن حسين الطاس وابن الحبيب حسين
ثم الحبيب سالم بن أحمد بن جندان وابن الحبيب نافل والحبيب محمد بن عبد الله بن طالب على طاس وابن الحبيب علي وولد الحبيب محمد ثم إلى روح الحبيب شيخ بن أحمد بفقي وأخي الحبيب محمد والحبيب عمر بن يحيى والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب علوي بن سقاف السقاف ثم إلى روح الحبيب علوي بن علي الحبشي وأولاده الجميع الحبيب أحمد والحبيب أنيس والحبيب علي والحبيب مصطفى والحبيب فضل ثم إلى روح الحبيب جعفر بن الشيخان السقاف وأولاده الحبيب حسين والحبيب شيخان والحبيب عبد الله ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين العدروس وأخ الحبيب مستور وأولاده الحبيب حسين والحبيب عبد الرحمن والحبيب شيخ ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامد وجميع أولاده ثم إلى الحبيب عبد القادر بن عمر بن الفقيه وابن الحبيب عبد الله ثم إلى روح الحبيب عمر بن محمد بن عبد القادر السقا وأخواني حسن وشبعان وعلي وابن الحبيب عبد القادر بن عمر السقاف وزوجته ثم إلى روح الحبيب هاشم بن محمد بن شيخان السقاف والحبيب هود بن عبد الله السقاف وأولاده الحبيب محمد والحبيب علي والحبيب عدروس ثم إلى الحبيب محسن بن حسين بن جعفر السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب عدروس بن سالم الجفري والحبيب حسين بن محمد بن شهاب وأولاده الحبيب علي والحبيب عمر وزين وحسن وعلوي وأصولهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله بن عبد الله الحسني والحبيب علي بن عبد الرحمن الحسني والحبيب أبو بكر بن حسين السقاف وابن الحبيب حسين ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن مشيع بن حسن والحبيب عبد الله بن علي بن حسين السقاف والحبيب عبد الرحمن بن محسن مولى دويلة والحبيب محمد بن علي السقاف وأصول نفره وأزواجه ثم إلى روح الحبيب طاهر بن حسين الحامد والحبيب عمر بن عبد الله الجفري وأخي الحبيب محسن ثم إلى روح الحبيب سقاف بن محمد السقاف والحبيب محمد بن عمر مولى خيلة وابن الحبيب عمر ويحيى وعلي ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب محمد بن علوي المالكي والحبيب عبد الله بن علي بن حسن السقاف وابن الحبيب علي ثم إلى روح الحبيب هارون بن عبد الله بهارون والحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف بكدوري والحبيب عبد الله بن أحمد الكاف أخي الحبيب محمد والحبيب حسين بن عبد الله الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب أحمد بن هادي الحامد والحبيب حامد بن محمد أسري والحبيب محمد بن حسين الحامد والحبيب عبد الله بن عمر بن محضار الحبشي والحبيب علوي بن علي الجفري والحبيب علوي بن علي بن هدى الجفري والحبيب علي بن هدى الجفري وإخوانه ثم إلى الحبيب زين بن علي الجفري والحبيب حسين بن علي والحبيب حسن بن حسين الحداد وإخوانه الحبيب حسين والحبيب عدروس ثم إلى الحبيب أحمد بن سالم علي عدروس والحبيب عبد الله بن سقاف السقاف ثم إلى الحبيب محسن بن عبد الله السقاف والحبيب عبد الله بن سالم السقاف والحبيب سالم بن باسل السقاف وأصوله وفرعه ثم إلى الحبيب سالم بن محسن السقاف وابن الحبيب عبد الرحمن ثم إلى الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وأصوله وفرعه ثم إلى الحبيب هادي بن أحمد السقاف وأخي الحبيب صالح والحبيب عبد الله بن علي السقاف والحبيب عمر بن زين السقاف وزوجته ثم إلى الحبيب محمد نجيب بن طه السقاف والحبيب محمد بن محمد الجفري والحبيب عبد الله بن حسين السقاف وابن علي وأخوانه ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وزوجته مأوجي وأولاده الحبيب حسين وعلوي ومحمد ثم إلى الحبيب علي بن أبو بكر السقاف وابنه أبو بكر شهرير وأخينا عبد الرحمن بن شاه السقاف والحبيب حسن بن محمد العدروس والشيخ أحمد سالم بن دومان وأخي هادي و ثم إلى الحبيب أبو بكر السقاف والحبيب محمد بن أبو بكر السقاف والحبيب حسن بن أحمد بهارون وأخي الحبيب قاسم ثم إلى الحبيب حسين بن عبد الله بن محمد السقاف والحبيب حسن بن عبد القادر السقاف وأتوان ميدو ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الله موقيبل والحبيب عبد الله بن علوي حنيمان وزوجته والحاجي أرشد أفندي وابني محمد والشيخ عبد الله بن محمد بجبير والشيخ مبارك بن محمد بجبير والشيخ سالم بن عمر بجبير وأولاد محمد وأحمد وصالح والشيخ سالم بن عبد الله بجبير والشيخ سالم بن
بن عبيد بن جبير وشعبات بن عبد الله بن جبير وسعيد بن يسلم بن دادة ثم إلى ركي زبير وكي خليل وكي محمد شافي جمهري وكي أحمد عبد الكريم وكي عبد الحميد بسروان بن عبد الله وشيخ محمد أرشد البنجري وشيخ محمد زيني بن عبد الله الغني وكي حجي الشيخ ميمون زبير ثم إلى ركي حسب الله بن ناصر وزوجته وشيخ محمد شرواني عبدان ثم إلى رلهجي حجي درمنسا ثم إلى الحبيب علوي بن حسين بن شهاب والحبيب أحمد بن عبد الله الجفري والحبيب عدروس بن عبد الله بن شهاب وبابا سنبر وزوجته والحبيب سالم بن علوي أسري وابن الحبيب علوي ثم إلى الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن سمير ثم إلى الحبيب محمد بن جعفر السقاف والحبيب عمر بن محمد والحبيب جعفر بن الشيخ السقاف والحبيب عبد الرحمن بن صالح الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن شيخ السقاف والحبيب علوي بن أحمد السقاف ثم إلى شريفة لؤلؤ بنت عبد الرحمن الحبشي وشريفة سعود بنت محمد وحبابة شفاء بنت عمر السقاف أبو ورني ثم إلى مهاني أبو شريف مهاني بنت عبد الرحمن فحسن وحبابا سيدة بنت صالح الحبشي وإبو سني ثم إلى الحبيب عبد الله بنت حسن الحامد وسيد أحمد بن علوي بن سيد أبو بكر وسيد محضار بن محسن بن سيد أبو بكر ثم إلى شيخا بن أحمد بن شيخ أبو بكر والسيد أحمد فهمي بن شيخان بن شيخ بكر وشريفة مزنب بنت عبد الله الحامد وشريفة شفاء بنت محضار بن شيخ بكر والسيد عبد الرحمن بن أحمد بن شهاب وحبابة فاطمة بنت عبد الله سقاف ثم إلى الحبيب أبو بكر بن أحمد علي دروس وزوجته وحبيب عبد الله بن عدروس بن شهاب وزوجته وحبابة الحاب بنت أحمد الكاف وحبيب محمد بن أحمد العدروس والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري والحبيب محمد بن حامد العدروس والحبيب محمد بن إبراهيم الأحدر والحاجي مرشد بن عبد الرسول ثم إلى روح أخينا سالم بن أحمد بن شبكر والحبيب جعفر صادق بن طه سقاف ثم إلى روح حبابة فاطمة بنت عبد الله علان والحبابة لؤلؤ بنت عمر بن محمد الجفري وحبابة شفاء بنت عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وحبابة مزنب بنت علوي بن شاه الجفري والحبابة مريم بنت حسين باب بهير وحبابة سعود بنت محسن السقاف والدتي نور بنت أبو بكر بن مسيب بن حسن والدتي أمينة جميلة بنت سيد والدة خديجة بنت عبد الرحمن الجفري والدة أمينة بنت حج مصطفى والدة أمينة بنت حنبلي والدة مهاني بنت حسين السقاف والدة مهاني بنت أحمد بحوارث والدة سلمى بنت حسين بحوارث وشريفة ميمونة بنت عبد الله السقاف والدة خديجة بنت أحمد الحامد والدة خديجة بنت عبد الله السقاف وإبو خديجة بنت أحمد محترم وإبو إندام ثم إلى حبابة شفاء بنت عدروس السقاف وحبابة سكينة بنت محمد باركبة وحبابة لولو بنت أحمد الحسني ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم يا حاضرون خاصة وجميع أموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واستراء لهم من النار وبلهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزى له وافرة وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم من انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح وأهل القهوة والدخون ومن جاء من
منه خير ومن زاد لهذه المقام بحاله أو ماله أو مقاله وأن الله يجمل أحوالهم ويكون الله في عونهم ويتقبل ذلك منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا أجمعين ونسأل الله أن يجعل هذه الساعة من ساعة الخير محفوفة بالرحمة ومحفوفة بالبركة ولا يسرفنا من هذا الجمع ولا من هذا المجلس إلا قلوبنا معمورة بنور الإيمان ومعمورة بنور الإسلام ومعمورة بنور القرآن ومعمورة بمحبة سيدنا محمد ولد عدنان ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفتح علينا وعليكم أولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم وإياهم في الدين ويهدينا وإياكم وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا وإياكم وإياهم التأويل ويجعلنا وإياكم وإياهم علماء وأتقياء صلحاء ونجباء وأن الله يبارك لنا فيما رزقتنا ويعافينا ويعفو عنا ويكشف كربتنا ويستر عيوبنا ويقضي حاجتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن تعلق بنا ومن وصانا بالدعاء وأن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويخي ولا يخيب رجاءنا ويرزقنا وإياكم وإياهم أجمعين أرزاقا كثيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة مع لطف العافية والصحة والسلامة مع التوفيق والهداية ويعيد علينا وعليكم هذه الجلسة سنينا عديدة وعواما مديدة مع الصحة والعافية ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا برؤيته وزيارته وفي الآخرة بحوضه وشفاعته اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبع دعانا واختم بالصالحات أعمالنا وعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Hari ini saya infakkan semua harta saya Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan,
tidak pernah kau beri kesempatan saya untuk menang lawan kamu, wahai Abu Bakar. Saya berikan separuh harta saya, separuh harta saya. Ternyata kamu mendatangi Rasul dan kamu memberikan 100% harta. Ini gue saking besarnya cintanya sahabat kepada Nabi. Dan beliau banyak yang mati syahid membela Nabi. Ada yang kedua, orang-orang yang tidak beriman walaupun melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, itu orang-orang yang tidak beriman walaupun